تواصل مؤسسة حياة كريمة توزيع المواد الغذائية ضمن مبادرة وسط الخير بمحافظة الدقهلية. وأكد منسق حياة كريمة بالدقهلية بأن مبادرة وسط الخير قاربت على الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى من المواد الغذائية بقرى حياة كريمة بالمحافظة التي تستهدف أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع الأكثر احتياجاً. وصلنا حتى الآن في محافظة الدقهلية 28 ألف كرتونة، وإن شاء الله مستمرين في التوزيع لنهاية رمضان. يمكن دي مساعدة بسيطة عبارة عن كراتين مواد غذائية تصل للمستحقين، وإن شاء الله نقدر في مبادرات أخرى خلال الفترة القادمة. تم التعامل مع 26 قرية بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات، فعلا وصلنا كل مستحقي كل شيء لمستحقي. بالنسبة للقرية، بالنسبة لأهلنا، أهلنا في مركز شربين وصلنا لهم فعلا من خلال المتطوعين ومن خلالنا كمنسقين، وصلنا كل شيء لمستحقيه، كل بيت لكل بيت فعلا تركناه، وصلنا الخير لهم